تكليف في عرصات القيامة له شبه في آخر أيام من أيام الدنيا، وذلك حينما يخرج الدجال الأكبر الذي تحدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها قوله عليه السلام: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، ذلك لأنه يأتي بمخاليق، بخوارق للعادات، يظن ضعفاء الإيمان أنه فعلا هو كما يزعم أنه رب وأنه الإله الذي يستحق العبادة، لأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض القاهرة الجدبة أنبتي أخرجي نباتك فتصبح خضراء مونقة، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تمشي وراءه، يعني أشياء من جملة الفتنة التي يفتتن بها الناس بالدجال. ولكن الله عز وجل كما هي سنته في عباده يبتلي الناس بالخير والشر، فهو بالإضافة إلى أنه يسخر لهذا الدجال هذه الأنواع من الخوارق، فبالإضافة إلى ذلك يبتليه بأن يكون أعور العين، ومكتوب على جبينه كافر، يقرأه الأم والقارئ، فهذا برهان لكونه كذاب، وتلك براهين توهم ضعفاء الإيمان أنه إله. ولذلك قال عليه السلام لما وصفه بأنه أعور، قال عليه السلام: وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذا أي إنسان مهما كان صاحب مخاليق وخوارق وآيات يعني يظنه الناس أنها كرامات، وما دام أنه يدعي الألوهية فإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إذا هو دجال. هذا الدجال يقول للناس: آمن به أدخلتك الجنة، ويريه جنة، ولمن يعصيه يريه النار. فيقول الرسول عليه السلام: فمن كفر به أدخله النار وهو في الجنة، والعكس بالعكس، من آمن به أدخله الجنة وهو في النار. نفس العملية هذه تتكرر يوم القيامة مع أولئك الأجناس. أظن هذا جواب سؤالك.